السلام عليكم. اولا تنحيوا جالس اصوات، معكم قباز محفوظ رئيس وفاق الجهه لتنميه السباحه. كما شفتوا اليوم كان واحد العرس بمناسبه ديال عيد العرش المجيد، مسابقه كانت ديال السباحه في المياه المفتوحه النسخه الثالثه، كانت المسافه ديال 800، المسافه ديال 1500. غدا ان شاء الله الحد كاينه مسافه ديال 5000 متر. المتسابقين جاوا من 39 مدينة ومنطقة مغربية، شاركوا الوليدات ديال النوادي اللي منضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للسباحة، نادي أم الربيع للسباحة، نادي الكهربائيين جرف أسوار السباحة، ونادي الوفاق الجديدي لتنمية السباحة، ونادي الدفاع الحسن الجديدي، ومن سبول السباحة. هذه وليدات اللي خرجناهم باش يديروا المسابقة في المياه المفتوحة. كاين متسابقين جاوا من مدن أخرى، هوات هاد المسابقة النكهة اللي فيها زوينة، وهي تتجمع ما بين الهاوي وما بين الموجز. الحمد لله دابا الأغلبية ديال المتسابقين دابا راه ولاو موجزين، كان هاوي من بعد مني ولا تعرف الأبجدية ديال السباحة، تعرف خاصك تعوم في واحد البلاصة اللي آمنة. كما شفتوا دابا المسائل ديال اللوجيستيكا هما دابا الوليدات يطلعوا فيهم الإخوان ديالنا، لجنة التقنية مشكورين. ما نساوش الشكر للسلطات المحلية، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، الجماعة المحلية. هذه المسابقة درناها بالإنقاذ الرياضي الجديدي والشركاء ديالنا اللي هما جمعيات رياضية بطبيعة الحال. هذه المسابقة مثلا ما يمكنش ديرها بوحدك، كما تيقول لك اليد واحدة لا تصفق، ما يمكنش الأوليبر اللي تيطلب واحد اللوجيستيك اللي هو كبير. السلام عليكم، سميتي مايا ريحيا، ناجوز في الكلوب ديال الديوانو، جي 21 عام. اليوم جي بارتيسيبي في لا دوزيام إيديسيون ديال أوبن واتر هنايا في جديدة، لعبت في لا ديستونس ديال 1500 متر. الحمد لله قدرت نجي انا الاولى، ولو باركور كان شويه صعيب باسكو افي دو كورون، مي الحمد لله واخا هكاك بلي زونطريمون قديت نجي انا الاولى، واختي حتى هي دارت بوديوم جات هي الثالثه. المشاركه هذا العام كانت صعيبه شويه، زايده على العام اللي فات. الاصدقاء يحيى وميلودي كازا بداوا مجهدين، ومن بعد جاهد انا وتبعناهم حتى بين لابوي الاولى والثانيه، عاد شديناهم مشينا باراليل انا وجاهد، وصافي في سبرينت زيت انا شويه، ضربت زيت ضربه الرجلين وهربت شويه على صديق جاهد، والحمد لله داز كل شيء بخير وعلى خير. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.